لتسليط الضوء على واقع الكهرباء السيء في معظم محافظات العراق وحقيقة الوعود الحكومية بتحسين منظومة الكهرباء في البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. سيد أحمد، مرحبا بك. مرحبا، حياكم الله. أكثر من 16 ساعة مدة انقطاع الكهرباء الوطنية في العراق، يعني في مدن، يعني محافظة الأنبار وغيرها من المحافظات في هذا الصيف اللاهب، هل لك أن تنقل لنا الرأي الشعبي السائد في ظل هذه الظروف الخدمية السيئة؟ نعم، هذا صحيح. ساعات الكهرباء التي تجهز بها منازل المواطنين لا تتعدى 6 ساعات لمدة 24 ساعة. هذا الفشل الذريع في منظومة الكهرباء لهذا العام سبقه وعود أطلقتها حكومة محمد الشاع السوداني، حيث أنهم وعدوا العراقيين من أن هذا العام سيكون عاما مختلفا في تجهيز الكهرباء للمواطنين، إلا أن ما حصل هو العكس، حيث انهارت منظومة الكهرباء في أولى أيام ارتفاع درجات الحرارة في العراق، واليوم درجة الحرارة 50 درجة مئوية، وبيوت العراقيين خالية من الكهرباء الوطنية، وهو ما زاد من العبء في تجهيز الكهرباء على المولدات الأهلية التي هي الأخرى تشكو من عدم تنظيم وتشكو من يعني نكوت الحكومة العراقية لوعودها في تجهيز الوقود وللمولدات من أجل تجهيز أكبر عدد أكبر وقت ممكن من الساعات للمواطنين، إلا أن ما حصل وبحسب روايات لأصحاب مولدات أهلية هو أن الكميات التي وصلت لأصحاب المولدات كميات قليلة ولا تؤدي الغرض، وهذا له أسباب كثيرة طبعا. يا ترى ما الذي يجعل الحكومة يعني لا تقدم دعما لأصحاب المولدات الأهلية؟ يعني في الحقيقة يعني هذا الملف ملف شائك ولا يخلو من فساد، كما أنه لا يخلو من فوضى وسوء إدارة. الحكومة وعدت بتجهيز الغاز، إلا أن الكميات التي وصلت ليد أصحاب المولدات كانت كميات قليلة، وهنالك مصادر أكدت تسرب كميات كبيرة من الغاز الذي جهزته الحكومة إلى السوق السوداء، كما أن هنالك سوء إدارة وهنالك فوضى وعدم جدية في حل هذه. أليس من المفترض أن تشكل الحكومة لجانا للمتابعة وللرقابة عليها ذاتيا، يعني تكون هذه اللجان تابعة للحكومة وتحاسب الحكومة؟ لماذا يحاسبون القطاع الخاص وأصحاب المولدات في حين أن توفير الكهرباء هو هذا من وظيفة الحكومة؟ يعني لو كان الهواء بيد، يعني لو لم يكن بيد الله لفعلوا لخنقوا العراقيين. أخي الكريم، نحن منذ أكثر من 18 عام نسمع من أن الحكومة العراقية قد شكلت لجان لحل معضلة الكهرباء في العراق، لكن عندما نسمع أن هنالك لجان تنظر في المشكلة نعلم أن المشكلة قد تم تسويفها، والواقع يثبت من أن هنالك مئات اللجان التي شكلتها الحكومات العراقية المتعاقبة من أجل حل معضلة الكهرباء لم تضع حلولا جذرية وحلولا جادة من أجل حل هذه المشكلة. المشكلة ما زالت مستمرة، الكهرباء انهارت تماما، خطوط النقل تشكو من عمليات تخريب متعمدة وأخرى في هذا الصيف. في أستاذ أحمد، في هذا الصيف اللاهب، يعني بعد صدور العديد من الشكاوى بشأن تردي الكهرباء، التركيز فقط على اللجان البرلمانية وتلك الخاصة بمجلس محافظة بغداد والتي تركز على موضوع محاسبة أصحاب المولدات المخالفين وغير الملتزمين بتسعيرة الأمبير، يعني هذا بدلا من مطالبة الحكومة بتحسين إمدادات الكهرباء الوطنية، هل تتوقع أن يكون هناك تظاهرات عنيفة على غرار ما حصل عام 2019؟
نعم، يعني اليوم نحن نشاهد أنه المحافظات، محافظات العراق الوسطى والجنوبية قد خرجت بمظاهرات بالفعل. هنالك اليوم مظاهرات شعبية في الناصرية، هنالك اليوم أيضا مظاهرات شعبية في جنوب بغداد وتحديدا في المحمودية. ليست فقط يعني الناس لا يعانون فقط من انقطاع الكهرباء، بل أن هنالك أزمة في تجهيز مياه الشرب، لأنه كما تعلم يعني الكهرباء تتصل، يعني مشكلتها ترتبط ارتباطا وثيقا بتجهيز المياه للمواطنين، لأن مضخات تزويد المياه تعمل على الكهرباء، وبالتالي يعني مشكلة الكهرباء نتجت مشكلة أخرى للعراقيين، وهي انقطاع المياه الصالحة للشرب عن منازل المواطنين لأيام طويلة، وبالتالي يعني المشكلة تجر مشكلة أخرى. من جانب آخر، يعني أنا لا أزكي أصحاب المولدات الأهلية، يعني نحن نعلم وكمواطنين أن هنالك مافيات فساد كبيرة تتحكم بالمولدات الأهلية، وأنها تمتلك شبكات كبيرة من المولدات الأهلية التي تشارك بمص دماء العراقيين. اليوم هؤلاء أيضا تلاعبوا بساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، وأيضا تلاعبوا بأسعار الأمبير الواحد المجهز للمواطنين. موضوع يعني تحديد أو تسعير الأمبير، البعض من العراقيين يرونه بابا للفساد والرشوة، يعني أصحاب المولدات الأهلية يدفعون الرشوة للجان الرقابة الحكومية من أجل غض الطرف عن هذا الموضوع. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هنالك تلاعب كبير. الحكومات المحلية عادة ما تعلن عن وضع أسعار محددة للأمبير الواحد، ولكن يتفاجأ المواطن من أن صاحب المولد يطلب أسعارا أكثر من التي أقرتها الحكومات المحلية، وعندما يذهب لتقديم الشكوى لا يجد أذنا صاغية، ولا يجد يعني تصرفات وأفعال تضع حد لتلاعب أصحاب المولدات الأهلية بتحديد أسعار الأمبير. وأولا وأخيرا المواطن العراقي هو الضحية الذي وقع بين السندان، عجز الحكومة عن تجهيز الكهرباء، وبين جشع وطمع أصحاب المولدات الأهلية. شكرا جزيلا ضيفي عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا لكم.